نبدأ اليوم الأخبار بالتأكيد من قضية الأسبوع أو قضية الشهر نستطيع أن نقول، وهي قضية مباراة الرائد والاتفاق التي أعلن تأجيلها. رئيس الرائد طبعا بالأمس أصدر بيانا، اليوم نادي الاتفاق يرد عليه ببيان يوضح من خلاله. البيان يقول من نادي الاتفاق: تفاجأت إدارة نادي الاتفاق وهي تتابع التصريحات الإعلامية المتتالية والمداخلات المغلوطة في نفس الوقت الصادرة من رئيس مجلس إدارة نادي الرائد وبعض الإعلاميين المنتسبين للوسط الرياضي حول تأجيل مباراة الاتفاق والرائد، وتصحيحا لتلك التصريحات والمداخلات المغلوطة التي لا تمت الحقيقة بصلة. تود إدارة النادي التوضيح التالي: يلتزم كل نادي كما هو متعارف باستكمال إجراءات حجوزاته لكل المباريات المحلية بناء على الجدول المعلن والصادر عن الاتحاد السعودي ما لم يكن هناك تغيير. طبعا ترتب على قرار إدارة شؤون المنتخبات بتمديد معسكر المنتخب استعدادا لمباراة استراليا الأخيرة ضمن التصفيات تأجيل الجولة 21 من مباريات الدوري، والتي على ضوئها أثرت على بقية الجولات ومواعيدها ومنها مباراة الاتفاق والرائد. سعت إدارة الاتفاق إلى إيجاد حجوزات لمباراة الرائد وفق الموعد الجديد، وقد أثمر ذلك عن تأكيد حجز العودة من القصيم إلى الدمام دون رحلة الذهاب، وبناء عليه تم مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا قبل موعد المباراة بفترة كافية للمساعدة في إيجاد حل لمشكلة الحجز. وبالفعل خاطب الاتحاد مشكورا الخطوط الجوية بهذا الشأن، وقامت إدارة الاتفاق بالتنسيق والمتابعة اليومية مع لجنة المسابقات، إلا أن تلك المحاولات لم تثمر عن أي نتيجة إيجابية، وهذا ما يدحض الاتهامات العارية من الصحة الموجهة من قبل رئيس الرائد لإدارة الاتفاق عندما أشار بتعمدها إلغاء الحجوزات. وبالرغم من عدم تأكد حجوزات الطيران، إلا أن فريق الاتفاق كان على هبة الاستعداد للسفر تحسب الوصول لتأكيد الحجز في أي لحظة. المهم أنهم تلقوا، طبعا هذا الكلام مكرر سبق وقالوا الأخوان معنا في البرنامج، أنهم تلقوا اتصال من فهد المصيبي هاتفيا وهم في الفندق، وأكد خلال اتصال تأجيل المباراة نظرا لصعوبة وتعذر إيجاد حجز طيران في الوقت المشار إليه. المهم أنها تقول في آخر البيان، توضح من خلال هذا الاستعراض: ترفض إدارة الاتفاق التصريحات الصادرة من رئيس نادي الرائد جملة وتفصيلا، ومن انجرف معه من الإعلاميين واتهامهم للاتفاق بأنه خلف قرار التأجيل، وتؤكد في نفس الوقت بأن هذا القرار لم يكن من اختيارها ولا رغبتها، وإنما الظروف حتمت ذلك رغم المحاولات العديدة المبذولة من نادي الاتفاق في تفادي التأجيل الذي لا يصب في صالح فريق الاتفاق والذي سيعاني مزيدا من الإرهاق جراء المشاركات العديدة محليا وخارجيا. طبعا اليوم وبعد صمت، بعد أن تحدث الجميع اليوم، لجنة المسابقات وضحت، وطبعا كان في مطالبات من لجنة المسابقات بالتوضيح، إلا أنها صمتت إلين تحدث الجميع وثارت المشاكل وتحدث كل الأطراف وبدأ التشكيك والاتهامات. بعدين في الأخير لجنة المسابقات تحدثت اليوم وأصدرت بيان. البيان يقول بناء أن بأقرأ بحاول أقرأ يعني نصا قدر المستطاع ولو أنه طويل. المهم: بناء على ما تناقلته وسائل الإعلام الرياضية المختلفة وردا على خطاب نادي الرائد المتضمن الطلب بإيجاد تفسيرات لما قام به نادي الاتفاق بخصوص مباراة الرائد والاتفاق ضمن الأسبوع 23، يعني هذا البيان ردا على طلب توضيح من إدارة الرائد حول تأجيل المباراة. تقول: أولا، بعد صدور جدول دوري زي لهذا الموسم كان المقرر للمباراة أن تقام في تاريخ 15 مارس، قام نادي الاتفاق بعمل حجوزات طيران للمباراة المذكورة رحلة الذهاب يوم 14 والعودة يوم 16 من الشهر ذاته، وتم تأكيد الحجز في شهر أكتوبر من 2011 الماضي، هذا على الجدول القديم. بعد تعديل الجدول بسبب معسكر المنتخب الأول وصدور الجدول الجديد بتاريخ 27 فبراير يوم أعلنوه في المؤتمر، أعلنوا موعد جديد يصير يوم تأجيل موعد المباراة 25 مارس، وفي الثاني من الشهر ذاته في 2 مارس يعني تواصل نادي الاتفاق مع الخطوط السعودية لطلب تعديل الحجز بحيث يكون الذهاب في 24 مارس والعودة في 26 من الشهر ذاته، تعديل الحجز القديم لأنه تغير موعد المباراة. في تاريخ 4 مارس الحالي أبلغت الخطوط السعودية نادي الاتفاق بالاعتذار عن التعديل وعدم إمكانيته تماما. رابعا، بعد ذلك قام نادي الاتفاق في 12 مارس الحالي بإلغاء الحجز لاستحالة التأكيد على الموعد الجديد لعدم الحاجة إلى التواجد في بريدة يوم 14 مارس، يعني يقولون أن الاتفاق ألغوا الحجز اللي هو يوم 14 كان مقرر مسبقاً على حسب الموعد السابق، ما يحتاجون يروحون 14، المباراة في 26.
وقام بإجراء حجز جديد يتماشى مع الموعد الجديد للمباراة برقم جديد، حيث تم تأكيد حجز العودة فقط. خامسا، استمرت الاتصالات بين الاتحاد السعودي وبين نادي الاتفاق من جهة، والاتحاد السعودي والخطوط السعودية من جهة، حتى اللحظات الأخيرة من ليلة المباراة بمحاولة إيجاد حل، مع محاولة تغيير الوجهة بالسفر من الدمام إلى الرياض ومن ثم التوجه للقصيم، ولكن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح. سادسا، بالنسبة لما ذكر عن إغلاق رئيس اللجنة جواله، كان الإغلاق غير مقصود لسبب فقدان الأستاذ فهد المصيبح لجهاز هاتفه في مطار كوالالمبور الدولي يوم الخميس الماضي أثناء عودته بعد حضور اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وتم الحصول على شريحة هاتف جديد يوم السبت الماضي. سابعا، تود أن توضح اللجنة بأنه لا تزال هناك مشكلات قائمة بسبب الحجوزات لتعارضها مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الحالي لفريق القادسية الذي سيلعب مع الفيصلي السبت المقبل، ولفريق نجران الذي سيلاقي هجر في نفس اليوم، ولفريقا الخليج وأحد في دوري الدرجة الأولى، والمحاولات لا زالت قائمة لمعالجة هذه المشكلة. كما توضح اللجنة أن مشكلة حجوزات فريق نجران لملاقات الاتحاد اللي تمت في الجولة 23 تم إنهاؤها في اللحظات الأخيرة. تعبت. طيب ناخذ اتصال. طيب عموما البيان طبعا وصل قبل قليل، قبل بداية البرنامج بدقائق. احنا عندنا بعض الأنباء اللي تؤكد بأن لجنة الانضباط ستنظر في اجتماعها القادم بعض التصريحات الصادرة، سواء كانت من الاتفاق والرائد، والتي تحتوي على تجاوزات إن وجدت طبعا للنظر فيها وبالتالي اتخاذ قرارات. ولكننا نؤكد حسب مصادر بأن الاجتماع القادم لجنة الانضباط سوف يتم فيه مناقشة بعض ما جاء في هذه التصريحات إن احتوت على تجاوزات. المصادر تؤكد بأن الاتفاق أيضا ينوي تقديم شكوى، يستبق ذلك شكوى على تصريحات نادي الرائد لما احتوت على بالتأكيد بعض الاتهامات التي يرى الاتفاق أن فيها اتهام واضح وصريح لإدارة ناديه. على الهاتف أرحب بعدنان المعيبد أمين عام نادي الاتفاق. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور أخوي عادل، حياك الله يا غالي. بالخير ومسي على ضيوفك الكرام. اليوم بعد بيانكم صدر بيان لجنة المسابقات، هل تجد في بيان لجنة المسابقات تأييد لكم؟ طبيعي. نعم، أعتقد أنه يعني البيان اللي قرأته الآن يعني أعتقد أنه بيان كافي وشافي. يعني ظاهر أنه يعني كتب، طبعا كتب البيان يعني أعتقد بشكل واضح، يعني التواريخ تسلسل التواريخ يعني حسب ما هو موجود فعلا يعني. بالتالي طبعا إذا كانت يعني كلامنا اللي ذكرناه المساء البارحة والإخوان سواء من العام أو بعض الإخوان أو حتى بيان النادي اليوم، إذا كان لا زال يعني كل الكلام اللي ذكرناه وكتبناه كله لا زال يعني يخضع للنقاش ويخضع للشك والريبة، فأتصور أنه بيان لجنة المسابقات يجب أن يغلق هذا الملف نهائيا. طيب، اللي عندنا معلومات أستاذ عدنان أنكم تنوون رفع شكوى رسمية على تصريحات رئيس الرائد. والله شوف يعني الأستاذ فهد المطوع يعني شخصية رياضية والكل يحترم هذا الرجل، ونحترم كل رجالات الأندية السعودية وعلاقاتها مع الجميع إن شاء الله علاقات ممتازة ودية، ولكن يعني خليني أرجع شوي للذاكرة إلى مباريات مع الرائد في الدور الأول. كان هناك تصريح سواء يعني في الإعلام المرئي أو حتى المقروء يعني من الأستاذ فهد عن بعض اللاعبين وعن عدم قدرة الاتفاق على ضبط الأمور، وأنه الاتفاق يعني يجب أن يعلم حتى لاعبيه يعني الأخلاق، وهذه ذكرت في أحد التصاريح، ولكن يعني إحنا تجاوزنا هذا التصريح ولعل إن شاء الله الأمور يعني تعدي على خير بسبب طبعا حادثة كانت بين لاعبين، لاعب الاتفاقي ولاعب من إخوان نادي الرائد، وانتهى هذا الموضوع في ساعته. طيب الآن دخلنا إحنا في تفاصيل قضية التأجيل وما ذكر يعني من اتهامات مباشرة إدارة الاتفاق، أنها يعني أوعدت السكرتير النادي بشكل مباشر بإلغاء الحجز، وأنت ذكرت طبعا الحجوزات القديمة، وإحنا ألغينا الحجوزات القديمة لأنه لا ينسى أنه سافر يعني إلى القصيم قبل المباراة ب 11 يوم عشان نلعب يوم 25. طيب. أعتقد أنه هذا يعني وخصوصا أنه هذه الفترة يعني عندنا مباراتين مع الأهلي ومع التعاون، يعني بين تاريخ 14 و25 عندنا مباراتين في الدوري. طيب هذا الشيء. الشيء الثاني يعني أنا يعني أستغرب يعني كيف حصل، يعني ذكر طبعا الأستاذ سعد المطوعي أنه حصل على برنت يعني من الخطوط السعودية بما يثبت بأن الاتفاق ألغى حجزه، يعني طيب. ما أعرف يعني
يعني كيف يتم الحصول على برنت من 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 جهه يعني محايده في هذا الموضوع، وهي الخطوط السعوديه. يجب ان البرنت اذا كان في برنت يجب ان يطلب على الاقل من 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 الاتحاد السعودي لكره القدم على الاقل تقدير. واذا كان هناك يعني شبهه في تناول الاتفاق في هذه القضيه، اعتقد انه الاتحاد السعودي متى ما خاطر الخطوط السعوديه لطلب اثبات ان هناك حجز او عدم وجود حجز، فعلى الخطوط السعوديه اجابه الاتحاد السعودي اذا كان هناك حجز والغاء هذا الاتفاق حيبين من خلال خطاب الخطوط السعوديه للاتحاد السعودي. بس ما عندكم مشكله يعني انت أغلب. طيب لكن التصريحات اللي ذكرت يعني ذكرت تصريحات من الاخ فهد يعني تجاوز حقيقه على رجالات الاتفاق، واعتقد الاتفاق يعني يملك الحق يعني الكافي بان يتناول هذا الموضوع سواء بتصعيد هذا الموضوع للاتحاد السعودي لكره القدم ومن خلال لجنه الانضباط، يجب ان تعالج هذه الظاهره والا تكرر هذه الظاهره في المستقبل. يعني انتم ناويين تصعدون الموقف برفع شكوى على التصريحات؟ طبيعي. ارسلتوا شيء ولا في صدد حتى الان ان شاء الله، ولكن يعني ما تم اراده الصالح انه من الضروري طبعا الارسال، اعتقد انه احنا يعني متوافقين على الارسال، ويجب ان يعني توضع الامور في نصابها. انتم تطالبون بال على التصريحات اللي فيها اتهام مباشر ولا على كلمات معينه ولا على ايش طالبون؟ لا انه يعني هو ذكر بان احنا الغينا الحجز متعمدين. طيب هناك تعمد في الغاء الحجز. هذه الكلمه هذه طبعا هذا يعني هذا اتهام مباشر واتهام غير مقبول. طيب يعني اذا كان اذا ذكر بهذه الطريقه، وهو ذكر بهذه الطريقه وذكر حتى يعني حتى لو دخلنا على منتدى نادي الرائد او على تويتر يعني من بعض الصحفيين المنسوبين لنادي الرائد منهم احد الاخوان اسمه احمد المطرودي يعني ذكر اليوم كلام يعني كلام او امس تقريبا ما لنا علاقه كلام لا يذكر. لو سمحت يذكر. لو سمحت استاذ من المعيب ان يذكر استاذ عدنان، معليش انا اسف، ما لنا علاقه في اي شخص غير لا لا انا عارف، ولكن انا اتكلم لا معليش هو لا سواء في المنتدى هذا منتدى رسمي للنادي، هو لا يحمل اي صفه رسميه، مع احترامي وتقديري له في النهايه هو اعلامي، هو يفترض يكون طيب. يكون للمنتديات الرسميه للانديه صفه رسميه لانه طيب. يعبر عن راي النادي. في هناك اقحام لجهات اخرى تبغى تعلق على هالموضوع، انا ما راح اتكلم فيه لانه مش من صلاحياتي. في اقحام لاطراف اخرى غير الاتفاق والراعد، عندك تعليق على الموضوع او طبعاً توضيح؟ طبعا يعني الاخوه يعني بعض المحبين لنادي الشمال في الامس يعني احنا يعني سمعنا مثلا التصريح للاستاذ سلطان خميس في لاين سبورت مساء البارحه، طبعا ذكر بانه يعني برضه معليش استاذ عدنان انا اسف ما ودي نقحم اسماء غير موجوده وما لها، لا انا اتكلم عن جهات أخرى. انت ذكرت اطراف اخرى، على اطراف اخرى من انديه اخرى، اي اتكلم عن جهات رسميه، في اقحام لجهات رسميه اخرى غير الرائد والاتفاق لانديه اخرى في الموضوع، عندكم تعليق؟ نادي الشباب في هذا الموضوع، اقحم نادي الشباب في هذا الموضوع من ناس يعني منسوبين لنادي الشباب. وش دخل الشباب؟ ذكروا في الاعلام هذا الكلام. وش دخلوا في انا ما ذكروا بانه الاتفاق معناته انه هو يعني عمليات طبعا عدم السفر الى او تعمد الغاء مباراته مع التعاون عفوا مع الرائد عشان يكون اكثر جاهزيه لمباراه الشباب. طيب خلاص هذا اللي وبالتالي حرمان الشباب من الصداره. طيب هذا ما ذكر وهذا ما نفهمه. طيب عموما وضحت الصورة، شكرا لك عدنان المعيبد أمين عام نادي الاتفاق الذي أوضح بأنه ينوون في صدد رفع شكوى للجهات المعنية بخصوص تصريحات رئيس نادي الرائد، ويؤكد معلوماتنا اللي احنا قلناها قبل الاتصال بالنسبة للأشخاص اللي ذكروا في اتصال الأستاذ عدنان، نحترمهم ونقدرهم لكن لن نناقش أي شيء يخص الأطراف الرسمية، في النهاية هم إعلاميين زملاء بالتأكيد ليسوا محل النقاش، نقدم اعتذارنا لهم ولأسماهم اللي وردت. أستاذ محمد أنا يعني خليتك في الأخير عشان تشوف نعم. كل شيء قدام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنت لو لاحظت عادل خلال هالأسبوع المشهد الكروي يوضح أن الحديث بأكمله عن خارج المستطيل الأخضر، تأجيل مباريات، حجوزات، حكام وأخطائهم. إذن إشكالية دائما نعاني منها أننا نتحدث دائما عن خارج الملعب، وهذه إشكالية أثرت على مستوى مباشرة يعني. بلا شك. بس عشان أؤكد لك أن المستوى الفني اللي يظهر فيه المنتخبات أو الأندية هو سبب هذه الصراعات وهذه المشاكل. الجانب الأول أنا ودي عادل لو سمحت أعلق على بيان لجنة المسابقات. أنا كنت أتمنى من هذا البيان أن يكون قبل الإشكاليات اللي حصلت بين الناديين، كان بينهيها من أولها، انتهى الموضوع لو قدم هذا البيان قبل أن يتحدث رئيس الرائد وأنصار الرائد أو رئيس أو إدارة الاتفاق
وأنصار الاتفاق. أنا في نقاط أنا دونتها من خلال هذا البيان الذي قرأته، يعني عملية أولا يشير إلى أن رئيس لجنة المسابقات فقد جواله في كوالالمبور، يعني ما في غير رئيس اللجنة؟ إيش المركزية هذه؟ ما في نائب رئيس، ما في أعضاء في اللجنة تتحدث أو تصدر هذا البيان؟ بس هذا ردا على فكرة على أنه حاولنا الاتصال برئيس اللجنة وجواله مغلق. طيب وين نائب الرئيس يتحدث؟ الناس قاعدة تتكلم من أسبوع وتثير صراعات ومشاكل لا بس معليش أستاذ محمد عشان أوضح الصورة، أنا معك في الموضوع لكني أقصد بأنه في بيان الرائد ذكر بأنه إحنا حاولنا الاتصال، مع العلم أن حاولنا الاتصال في نفس اليوم بالأستاذ فهد ولكن صحيح. كان جواله مغلق. فقد يعلقون على هالقضية. طيب مش يعني يقولوا ليش ما تتكلموا. لو تجاوزنا هذه عادل، رئيس الرائد أيضا ذكر أنه ما جاء أي خطاب بالتأجيل إلا صباح اليوم، إلا لا مساء صباح المباراة. اي نعم صباح الرسمية والاتصال التليفوني مساء مساء المباراة. النقطة الثانية يتحدث ان هناك مشاكل قادمة في التأجيل، ذكر من ضمنها مباراة الخليج. نعم طيب مباراة الخليج درجة اولى، وش الاشكالية اللي كنا يعني نعاني منها؟ اذا كان الدوري زين في المباريات بسبب تأجيله المنتخب، الخليج مباراته في دوري الدرجة الأولى، إيش الإشكالية؟ ما أعرف السبب والله، يعني في أشياء ممكن يكون في سبب منطقي، بس الآن أنت تشوف أنه خطاب لجنة المسابقات في بيانها اتفق مع كان في او في صالح الاتفاق، هو طبعا يعني اعطى يعني مثل ما تقول صك براءة للاتفاق، لكن كان يفترض من لجنة المسابقات ان تحسم هذا الجدل مبكرا، بمعنى بعد التأجيل توضح مسببات ومبررات هذا التأجيل. طيب اما انها تجلس الى نهاية وبعد هذه المشاكل وتظهر بيان فيه كثير من المتناقضات، فانا طيب. يعني اشعر بصراحة بعدم رضا من هذا البيان. التحق بنا الآن من جدة زميل عبد الله فلات رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة. مساء الخير عبد الله. مساء النور السرور، أمسي عليك وعلى الزميل وعلى السادة المشاهدين جميعا. الوقت اللي تأخرته مخصوم عليك من وقتك هذا. والله يعني جدة ما شاء الله تبارك الله يعني زحمة غير عادية. عاد الإجازة هذه. طيب أستاذ عبد الله، إن شاء الله إنك تابعت شوية بعض اللي صار في البداية، كان عندنا مداخلة بيان الاتفاق، بيان لجنة المسابقات، ثم مداخلة عدنان المعيبد. كل هذه اليوم اللي ربما أنهى الموضوع أو ربما ينهيه بيان لجنة المسابقات، هل تعتقد بأنه اتفق أو جاء في صالح الاتفاق على حساب الرائد؟ هو بالتأكيد جاء في على مصلحة الاتفاق، وأعتقد أنه الحقيقة اللي جاءت في مصلحة الاتفاق، الموضوع برمته ما كان يستحق كل هذه الضجة وكل دي الاتهامات المتبادلة. نعم. يعني حسن النوايا مطلوب في الوسط الرياضي يعني بدرجة كبيرة. استمعت للزميل محمد بيشير لنقطة مهمة، أنه أصبحنا نركز على ما هو خارج الملعب ولو أثر سلبي على مستويات الكرة السعودية، بالتأكيد هذه حقيقة وحاصلة يعني بنتابعها وبنشاهدها ونتمنى أن نتخلص منها. الموضوع كان يحتاج حسن النوايا، لكن أنا أوقف وأنا كمان أنحاز لبيان لجنة الانضباط لجنة المسابقات عفوا، كان واضح وشافي ووضع النقاط على الحروف يعني. لكنه محمد يقول تأخر، يعني جاء بعد ما صارت كل المشاكل وهالتصريحات والمشادات الإعلامية، كان لو جاء من بدري البيان كان ربما ينهي كل هذا. الحمد لله انه جاء ووضح الحقائق وقفل الصفحة تماما. طيب هو يعني الإشكالية صنعت البيان، يمكن كانت البداية كان في بعض اللبس للأندية، ممكن يكون في توضيح من لجنة المسابقات، بس أمام الإشكالية كان لابد أن لجنة المسابقات تصدر بيان. طيب. وهي أصدرت بيان وأنهت الموضوع. هو جاء متأخر بيان زي ما جيت. وحتى الاتفاق وردة الفعل وإنه شكوى إلى آخره. أنا أعرف الوسط الرياضي متسامح، صح في كانت اتهامات قاسية على الاتفاق، هذه حقيقة. نتمنى أن نستفيد من الخطأ اللي حصل وما يتصاعد أكثر من كده. طيب عموما إذا سمحت لي بس أن نعذر إدارة الرائد وجماهيره في أن الإشكالية هذه أيضا أضرت فيهم، أضرت فيهم فنيا، أضرت فيهم ماديا. طيب أنت تشوف في تصريح معنويا وحماس اللعيبة، الفريق من خلال 4-5 مباريات كسب 3 مباريات وتعادل مباراة، إذن الفريق في فورة حماس معنوي جيد، وهو مهدد أيضا مهدد وبالعكس قد يصل إلى دور أو الفرق الثمانية. طيب. إذا كسب المباريات القادمة، هل اليوم الاتفاق يقول عدنان المعيبد إحنا ننوي رفع شكوى، هل في تصريحات فهد المطوع ما يستحق من لجنة الانضباط أن تعاقبه؟ أنا أتمنى عادل من خلال رئيس الرائد المثالي فهد مطوع ورئيس الاتفاق المثالي عبد العزيز الدوسري أن يحتووا هذه الإشكالية اللي بصراحة لا الاتفاق ولا الرائد يعني كانوا هم المتسببين
بقدر ما كان اتحاد القدم احترامي ولجنة المسابقات اللي أوجدت هذه المشكلة ويجب أن تصف النوايا في هالجانب. عبد الله، هل في بالرغم من أنه مثل ما قال محمد يمكن كلهم ما كان لهم ذنب في الموضوع، المسألة مسألة حجوزات وطيران ومنتخب قبل كذا هو اللي سبب هالتأجيلات كلها، لكنهم يقولون الاتفاقيين بأنه في حديث الأستاذ فهد المطوع، هذا كلام عدنان المعيبت، في إساءة واتهام واضح لإدارة الاتفاق ونطالب بالعقوبة، هل تجد ذلك صحيحا؟ أنا أكد لمطلبي اللي طالبته به، وأنا طالب إدارة الناديين وأضم صوتي للزميل محمد إنه الموضوع يوقف عند هذا الحد. ما يعني أوكي الرائد كان يتمنى المباراة وضعه، لكن الظرف خارج عن إرادة الرائد، هو خارج عن إرادة الاتفاق، والموضوع لحد كده ممكن ينتهي يعني بالعلاقات الطيبة والنوايا الصادقة بين الناديين، ويستفيدوا من الدرس اللي حصل والخلافات اللي حصلت، حتى أي شخص يطلع يتهم يتبين ويتأنى ويتريث وبعدين يعني يطلع بإثباتاته.